بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجوب الإيمان والعمل بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وجوب الإيمان والعمل بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على المؤمن أن يؤمن بما قاله عليه الصلاة والسلام، ولا يتأول ذلك ولا يفسره على خلاف مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دام أنه صح هذا القول أو هذا الفعل أو هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نأخذ بها ولا نتردد في ذلك، ولا نقول هذا الحديث ليس متواتر، أو هذا الحديث آحاد، أو هذا الحديث فيه ما لا فيه. لا يا أخي، بل يجب علينا أن نؤمن بما صح، ما نؤمن بكل حديث صح ولم يصح، لا. ما دام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب علينا أن نأخذ به، سواء كان متواتر أو آحاد، ولا نفسره ولا نتأول على خلاف مراده صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. يقول رحمه الله: وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع، أي نوع من أنواع الشرع، سواء كان من صفات الباري جل وعلا أو من أفعاله سبحانه وتعالى أو من أحوال يوم القيامة أو من الأحكام الشرعية كالحلال والحرام أو من مما شرعه الله جل وعلا من البيان والإتقان، فيجب علينا أن نؤمن بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نفرق بين الأحكام وبين صفات الباري جل وعلا. فصفة الباري تثبت بالآحاد كما تثبت بالمتواتر، وهكذا. نعم. وقوله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. هذا من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله، ثم الشارح يشرح هذه العبارة. أي ما رواه الثقات العدول حسب قواعد أهل الحديث. فالروايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم مروية بالأسانيد، وهي قسمان: متواتر وآحاد. ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو، إن كان مروي برواية الثقات، برواية العلماء الثقات، فهو مقبول، وما لم يكن برواية الثقات فلا نأخذ ديننا إلا بالأقوال الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
منه آحاد ومنه متواتر. والفرق بين الآحاد والمتواتر أن المتواتر ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب حتى يصل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآحاد ما روي في سند ببعض ألفاظه أو روايات آحاد لم يكن متواترا. كل ذلك إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان برواية الآحاد أو رواية المتواتر فإنه مقبول عند العلماء رحمهم الله، سوى أهل البدعة فإنهم يردون الآحاد لا حرصا على السنة وإنما ليتمكنوا من تأويل الصفات أو ردها الواردة في أحاديث الآحاد، يردونها يقولون هذه وردت في أحاديث آحاد ليس متواتر فلا يقبلونه. نعم. فالمتواتر هو الذي يرويه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المتواتر إذا رواه جمع عن جمع عن جمع وهكذا حتى يصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعرف بالمتواتر. وأما الآحاد فهو لم يروى عن جمع عن جمع مثله وإنما روي في بعض طرقه واحد أو اثنين أو ثلاثة لكنه صحيح وليس بمغلوط. والآحاد هو ما يروى بأسانيد معدودة وقسمه العلماء إلى مشهور وعزيز وغريب، لكن القسمة العامة متواتر وآحاد. أما المتواتر فكل الطوائف متفقة على ثبوته لا يستطيعون رده سواء كانوا من أهل البدعة أو لم يكونوا، ما جام الحديث متواتر فلا يستطيعون رده وإنما موقفهم فيه التأويل أو صرفه عن معناه الحقيقي إذا لم يعجبهم ولم يكن من الصفات التي يؤمنون بها. أما المتواتر فكل الطوائف متفقة على ثبوته متفقة على ثبوته لكن العمل به قد تعمل به وقد لا تعمل به، إذا وافق أصولهم العقلية عملوا به وإذا لم يوافق أصولهم العقلية ردوا، والحكم عندهم على العقل، العقل هو الذي يثبت الصفة لله جل وعلا، وهذا خطأ وضلال لأن العقل لا يدرك من صفات الباري جل وعلا إلا ما علمه الله جل وعلا وعلمه رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نثبت صفة من صفات ربنا بالعقل لأن العقل قد يخطئ ويصيب، ثم عقول الناس متفاوتة، هذا القول يثبته العقل وهذا ينفيه العقل، والعقول متفاوتة، ولا يجوز لنا أن نثبت صفات ربنا جل وعلا بالعقل وإنما نثبتها بالقول الثابت عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المتواتر فكل الطوائف متفقة على ثبوته، والآحاد تنقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. الآحاد الأحاديث الآحاد اللي مروية بغير رواية التواتر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح
وحسن وضعيف. أما الضعيف فلا يثبت به حكم، لا صفة لله جل وعلا ولا قول شرعي حكما صحيحا يجب العمل به. لا، الضعيف ضعيف، إن جاء ما يقويه فبها ونعمت، وإلا فإنه مردود. وأما الحسن والصحيح فهو يثبت ما أثبته ودل عليه. أما الضعيف فهو مردود لا يعتمد عليه، لكن الشأن في المقبول الذي يشمل الصحيح والحسن، فأهل السنة والجماعة يقبلون ما توافرت فيه شروط القبول، ما توافرت فيه شروط القبول ولو كان واحدا في جميع أمور الدين، في الأمور الاعتقادية كصفات الرب سبحانه وتعالى وأفعاله، أو ما يتعلق باليوم الآخر، وفي الأمور العملية كأحكام الطهارة والصلاة والزكاة والمعاملات. وهذه أما الصحيح، أما الضعيف فهو مردود لا يعتمد عليه، لكن الشأن في المقبول، المقبول هو الصحيح والحسن، المقبول من الأحاديث الصحيح والحسن. فإذا صحح العلماء هذا الحديث فيجب علينا أن نقبله، أو قالوا إنه حديث حسن فالحسن مقبول كذلك يقبل، سواء كان دل على صفة من صفات الباري أو من الأحكام التي تتعلق باليوم الآخر أو من أحكام الدين كالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأعمال. كل ما كان مقبولا عند العلماء فهو يقبل فيها كلها، ولا تفريق بين أمور الأحكام وبين صفات الباري جل وعلا وما يتعلق باليوم الآخر، كلها عندنا سواء، يجب العمل والإيمان بما صح عند العلماء رحمهم الله. أما أهل البدعة فهم يترددون ولا يقبلون إلا ما وافق أحكامهم وأقوالهم وابتداعاتهم، فما كان موافقا لهم قبلوه، وما لم يكن موافقا لآرائهم فلم يقبلوه. ثم إذا ثبت شيء لم يوافق أقوالهم فإنهم يؤولونه لهم فيه التأويل والتحريف، ويعطلونه عن العمل به لهذه الأسباب. وهذه قضية أصولية عقدية، وهي حجية خبر الواحد. والصواب أن خبر الواحد حجة في مسائل الدين الاعتقادية والعملية، والأدلة على قبول خبر الآحاد كثيرة في السنة، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل آحادا. قبول خبر الآحاد في كل أحكام الدين لا فصل ولا فرق بين الصفات وأحوال يوم القيامة وبين الأحكام الشرعية كالطهارة والصلاة والزكاة وغير ذلك، كلها تقبل فيها أخبار الآحاد ما دام صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك كثير الأدلة، منها إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم الآحاد من الناس الأفراد، يرسل للدعوة إلى الله واحد ويقول ادعهم إلى كذا وادعهم إلى كذا ومرهم بكذا وانهم عن كذا، هذا معلوم وتواتر من الدين.
فما كان بهذه الصفة فإنه مقبول ما دام صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من أحكام العبادات أو من أحكام المعاملات أو من أحكام الاعتقادات أو غير ذلك من الأحكام، كل أحكام الدين سواء عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين. لا يقال هذا من صفات الباري لا يقبل إلا المتواتر، ولا يقال هذا من أحوال يوم القيامة لا يقبل فيه إلا المتواتر. فإذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل الرسل لأجل أن يدعو إلى الله ويبين أحكام شريعته فيجب على من بلغه ذلك، وكان الرسول صادقا مخبرا عن ربه جل وعلا أو مخبرا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب علينا الإيمان بذلك ولا نتردد. وهذه قضية أصولية عقدية، وهي حجية خبر الواحد. والصواب أن هذه من الأصول الشرعية ومن القواعد التي يجب الإيمان بها وتصديقها. والصواب أن خبر الواحد حجة في مسائل الدين الاعتقادية والعملية. الاعتقادية كصفات الباري جل وعلا، والعملية كالأحكام الشرعية الزكاة والصلاة والحج وغير ذلك من الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الصلاة وأحكامها فينقلها لنا الثقات، فيجب علينا الأخذ بها. أحكام الزكاة كذلك، أحكام الحج كذلك، أحكام بر الوالدين كذلك، كل الأحكام الشرعية. وكذا الاعتقادية التي تتعلق بصفة الباري أو بأحوال يوم القيامة التي لا ندركها ولا نعلمها، نؤمن بذلك ونصدق. وهذه قضية أصولية عقدية، وهي حجية خبر الواحد. والصواب أن خبر الواحد حجة في مسائل الدين الاعتقادية والعملية. والأدلة على قبول خبر الآحاد كثيرة في السنة، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل آحادا. ما كان يرسل الجماعة مثلا جماعة من الناس يقول لو أرسلنا فلان يكذبونه، لا، يجب عليهم أن يؤمنوا ويصدقوا بما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن قال بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي فأقول الذي أظهر لأنه الصواب. فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخبر الآحاد لا شك في صحته وقبولها خاصة الصحيح منه، وأما ما كان مترددا بين الصحيح والمردود فإنه يرد. ولا نأخذ ديننا إلا عن الثقات، ولا نأخذ عباداتنا إلا مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المشرع لنا. وعند أهل البدع من المتكلمين أن خبر الواحد لا يحتج به في العقائد، فيردون كثيرا من النصوص الواردة في صفات الله تعالى بحجة أنها خبر آحاد. هذا قصدهم الرد،
قصدهم الرد إذا جاءت صفة الباري جل وعلا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متواتر، قالوا هذا خبر آحاد ولا تثبت الصفات إلا بخبر متواتر أو بالعقل، عندهم ثبوت العقل هو المقدم، ما ثبت بالعقل قدموه وما لم يثبت بالعقل فإنهم يردونه ويتأولونه. وصفات الباري جل وعلا لا تثبت بالعقل ولا تدرك بالعقل، وإنما من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المشرع لنا. نعم. وعند أهل البدع من المتكلمين أن خبر الواحد لا يحتج به في العقائد، فيردون كثيرا من النصوص الواردة في صفات الله تعالى بحجة أنها خبر آحاد. والتفريق بين مسائل الاعتقاد ومسائل العمل من حيث الإثبات بدعة، فكل مسائل الدين سواء. فما التفريق بينها؟ قالوا مثلا إذا كانت تتعلق هذه الصفة، هذا الحديث، بصفة من صفات الباري جل وعلا فلا نقبلها بخبر الآحاد، وأما إذا كانت تتعلق بالأحكام الشرعية كالصلاة والزكاة وغير ذلك فهي مقبولة عندهم. وقصدهم بهذا رد كثير من الأحاديث الواردة في السنة عن صفات الباري جل وعلا. والتفريق بين مسائل الاعتقاد ومسائل العمل من حيث الإثبات بدعة، فكل مسائل الدين سواء. فما تثبت به الأحكام الشرعية الحلال والحرام تثبت به مسائل الاعتقاد. ثم إن أهل البدع ليس مقصودهم فقط الاحتياط في الثبوت، إنما مقصودهم رد النصوص المخالفة لأصولهم، فما استطاعوا رده ردوه بقولهم إن هذه آحاد لا تثبت بها مسائل الاعتقاد. لكن إذا جاء متواترا ماذا يصنعون؟ يردونه بأحد الأمور الآتية. نعم. يقولون نعم هذا قطعي الثبوت، لكن نفس النصوص ظنية الدلالة. ويقولون إن مسائل الاعتقاد لا تثبت بالأدلة اللفظية. يقولون إن مسائل الاعتقاد لا تثبت بالأدلة اللفظية، سواء كانت من القرآن هذه الأدلة أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما مسائل الاعتقاد تثبت بالعقل. يقول ما وافق العقل فإنه مقبول، وما رده العقل فإنه مردود، وليس كذلك. هذا من الجهل والضلال والبدع، حيث ردوا كثيرا من السنة، لأن كثيرا من السنة ثبتت بالقول الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز لنا أن نرد شيئا ونقبل شيئا بغير أمر الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما الحكمان في كل ما ورد في الكتاب والسنة، فما جاء في الكتاب والسنة صحيحا فإنه مقبول سواء وافقه العقل أو لم يوافقه، لأن العقل قد لا يوافق إلا ما أدركه، والعقول تتفاوت، العقول تتفاوت، ليس عقل زيد كعقل عمرو، بل هما متفاوتان، فيردون هذا ويقبلون هذا، وهذا من الخطأ. نعم. يقولون نعم هذا قطعي الثبوت، لكن قطعي الثبوت لأنه متواتر عندهم. نعم. لكن نفس النصوص ظنية الدلالة،
ويقولون إن مسائل الاعتقاد لا تثبت بالأدلة اللفظية. الأدلة اللفظية ما هي؟ الأحاديث والقرآن. قل لا تثبت. بماذا تثبت إذن؟ بالعقل. هذا ردهم النصوص لأجل تحكيم العقل. والأدلة السمعية الآيات والأحاديث كلها أدلة لفظية في مقابل الأدلة العقلية. وعندهم أن العقائد لا تثبت إلا بالدلائل العقلية. هذا هو الأصل الفاسد والطاغوت الأكبر الذي أفضى بهم إلى التلاعب بكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى رد كثير من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأخباره، فردوا نصوص الصفات ونفوا الصفات بالشبهات العقلية التي هي بزعمهم حجج. ولهذا يقول شيخ الإسلام فيهم: ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. يعني ما يقبلون ولا يقولون إلا ما وافق العقل. إذا قيل لهم ينزل ربنا جل وعلا كل ليلة حين يلقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. يقول: كيف ينزل ثلث الليل الآخر؟ أي ثلث الليل الآخر؟ ثلث الليل الآخر في مكة أو في المدينة أو في الرياض أو في الأندلس أو في الشام. بعض يقول: هذا لا يجوز لنا أن نخوض فيه، وإنما يجب علينا أن نؤمن بما قاله الله جل وعلا في كتابه أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم يردون صفة النزول، نزول الباري في آخر الليل إلى سماء الدنيا، يردونها بالعقل لا بالسند، وقد ثبتت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كثير من ردهم، مثل: يضحك ربنا ويعجب ربنا، وهكذا. يقول: هذا ثابت في السنة، يجب علينا أن نؤمن به، ولا نقول إن الضحك لا يجوز على الله، أو إن العجب لا يجوز على الله، أو نحو ذلك من الأمور التي نرد بها الكتاب والسنة. فلما أصلوا نفي الصفات وقفوا من النصوص أحد ثلاثة مواقف: الأول الرد لما قدروا على رده كأخبار الآحاد، قالوا: هذه لا تثبت بها العقائد. فمثلا إذا كان الحديث غير متواتر قالوا: هذا القول لا يثبت. لما؟ لأنه ليس متواتر، والصفات الباري لا تثبت إلا بما تواتر في الكتاب والسنة. نعم. الموقف الثاني التأويل لما لا يستطيعون رده كالقرآن، فسلكوا فيه طريق التأويل وهو صرف ألفاظ النصوص عن ظاهرها. الذين لا يستطيعون رده، لا يستطيعون إبطاله، لأنه وارد في الكتاب والسنة، مثل استواء الرحمن جل وعلا على العرش، الرحمن على العرش استوى، يتأولون يقول: استوى بمعنى استولى. استولى كيف استوى واستولى؟ استوى واستولى بينهما فرق عظيم، ما يقول بهذا وهذا شيء واحد. استولى يقول: استوى بشر على العراق من غير سفه ولا دم مهراقي. يستدلون بهذا إن استوى بمعنى استولى بشر على العراقي. استوى الرحمن على العرش، منين أخذوه استولى عليه؟ أخذوه من أحد جل وعلا؟ هذا التأويل الفاسد الذي يتأولون فيه، ما يستطيعون يقولون مثلا: هذا ما ورد في الكتاب والسنة، وارد في سبعة مواضع من كتاب الله، الرحمن على العرش السواء،
ثم استوى على العرش الرحمن، وهكذا. فورد في 7 مواضع كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا يسوغ لنا رد ذلك لأنهم لكنهم يتأولونه. يقول استوى بمعنى استولى، استولى على العرش، وهكذا تأويلاتهم الباطلة. نعم. والثالث مسلك التفويض، وهو إمرار النصوص ألفاظاً من غير تدبر وفهم لمعناها ومراد الله منها. الثالث التفويض، وهو إمرار النصوص ألفاظاً عن غير مراد الله تعالى تدبيراً وفهم لمعناها. يقولون مثلاً في السمع والبصر والإرادة، يقولون مثلاً إن الله يسمع لا يخفى عليه شيء، لكن كلمة يسمع ليس له سمع يسمع بلا سمع كما يقولون، أو يبصر بلا بصر، أو يرى بلا رؤية، أو نحو ذلك. هذا من التأويل والتحريف، فنسأل الله العافية من اعتقاداتهم الفاسدة. فموقفهم من الصفات 3 أنواع: نوع يقولون هذا من الآحاد، والآحاد لا تثبت به صفة الباري. النوع الثاني يقولون هذا التأويل الثاني، التأويل لما لا يستطيعون رده ما دام ثابت في الكتاب والسنة ولا يستطيعون رده، ولو قالوا إنه غير متواتر لا قلنا لهم بلى هو متواتر. قالوا هذا نؤوله استوى على العرش، استولى على العرش، استوى واستولى بينهما فرق. الثالث التفويض، يقولون نؤمن بقوله الرحمن على العرش، نؤمن بقوله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير، سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، أو سميع لما يقال، وهكذا يؤولونه على مرادهم لا على مراد ربنا جل وعلا. نعم. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما أخبر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان، وهو يشمل مسائل الاعتقاد ومسائل الأحكام، فكلها حق من عند الله. مسائل الأحكام كالحلال والحرام والصلاة والزكاة والحج وغير ذلك، هذه مسائل الأحكام. مسائل الاعتقاد الإيمان بالله وبصفاته على ما ورد في كتاب الله، والإيمان باليوم الآخر على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يثبتون صفات لم تثبت في الكتاب والسنة، ولا ينفون ما ثبت في الكتاب والسنة، بل يؤمنون بكل ما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما أخبر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان، وهو يشمل مسائل الاعتقاد ومسائل الأحكام، فكلها حق من عند الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما معنى يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات؟ يسفسطون في العقليات، يقولون يعني في العقل، يقولون فيه ما لا يتحمله وما لا يسيقه العقل لكن ساقته عقولهم الفاسدة. ويقرمطون في السمعيات، يردونها، يكونون بمثابة القرامطة الذين يردون ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فهم لا في العقليات ولا في السمعيات يحسنون. يقول السائل: بعض الإخوة يأتون بأولادهم ويشغلون الناس في الدرس، فإن أخبرناهم زعلوا. ما ينبغي للإنسان أن يأتي بالدرس بشيء بأحد لا يعقل، ما يحضر معه إلا من يعقل، أما الذي لا يعقل فلا يجوز أن يحضر درسنا، لأنه يشغلنا ويشغل طلبتنا وإخواننا، ما يدري أين يكون، فما يجوز ذلك، ومن وعليهم إثم ذلك، لأنهم يحرمون كثيرا من الطلبة من الاستفادة من الدرس. يقول السائل: وصلت في رمضان وأديت العمرة، ثم ذهبت لابني في أبها، في العودة إلى مكة لأداء فريضة الحج لم ألبس الإحرام، علما بأن زوجتي معي. إذا رجعت إلى مكة بعد في أشهر الحج وأنت تريد الحج، فيجب عليك أن تحرم من الميقات الذي تمر به، سواء كانت مجيئك بشوال أو بذي القعدة أو بالعشر الأول من ذي الحجة، فيجب عليك أن تحرم من الميقات وتدخل مكة بعمرة إن شئت، أو تدخل مكة مفردا بالحج إن شئت، أو تدخل مكة قارنا بين الحج والعمرة، النسك أنت الذي تختاره لنفسك، فيجب عليك أن تحرم لدخولك لمكة، لأنك دخلت مكة تريد الحج، ومن أراد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر به. يقول السائل: رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ودفع لها المهر 2000 ريال وأعطى لوالدها 4000 ريال تكريمة له، ثم علم أنها مرضت مرضا لا يرجى برؤه وأراد أن يطلقها، هل يجوز له أن يأخذ المال الذي أعطاه لأبيها؟ هذا فيه تفصيل، ومرد هذا إلى الحاكم الشرعي، عليه أن يرجع هو والأب إلى الحاكم الشرعي ليقضي بينهما. يقول السائل: إطعام مسكين عن تأخر القضاء يشترط مع يوم القضاء أم في أي يوم؟ في أي يوم يقضي، في أي يوم يتصدق يجوز ذلك، فلا تلازم بين الكفارة والفدية وبين القضاء. يقول السائل: إذا قمت للثالثة في سنة الظهر القبلية، هل أتم 4 وأسجد للسهو؟ وكذلك لو حصل في قيام الليل مثل ذلك ماذا أفعل؟ أما في سنة الظهر القبلية فلك أن تجعلها 4، لأنه يجوز أن تجمعها بسلام واحد، وأما في قيام الليل فيجب عليك أن ترجع، لأن صلاة الليل كما قال عليه الصلاة والسلام: مثنى مثنى. يقول السائل: من نوى أخذ عمره في شهر ذي القعدة وقد مر بميقات ذي الحليفة والجحفة قبل دخول شهر ذي القعدة ودخل مكة قبل دخول شهر ذي القعدة، فماذا عليه؟ ليس عليه شيء، ما دام أنه دخل مكة وهو محرم، فسواء دخلها في شهر ذي القعدة أو في شهر ذي الحجة أو في أول شهر ذي القعدة أو في شوال أو في آخر السنة، في أي يوم يدخل مكة، إن دخل مكة واعتمر في أشهر الحج فهذا الذي عليه هدي، أما إذا اعتمر في غير أشهر الحج فليس عليه شيء، لأنه لا يعتبر ممن تمتع بالعمرة إلى الحج. يقول السائل: قيل أن أهل مكة يجزيهم الطواف عن العمرة، فهل هذا صحيح؟ وهل بين العمرة والأخرى فترة معلومة؟ الجواب عن الأولى: أما أهل مكة فيحسن منهم الطواف بالبيت وهو مجزئ عن العمرة، وهو له ثواب عظيم، لأن أفضل أعمال العمرة هو الطواف بالبيت،
فإذا طاف بالبيت كفاه ذلك إن كان اعتمر عمرة الإسلام. والخلاف بين العلماء رحمهم الله في وجوب عمرة الإسلام على المكي هل تجب عليه أو لا. وأما الجواب عن الأخير فهو ما هو السؤال الأخير؟ هل بين العمرة والأخرى فترة معلومة؟ هذا لا أعلم فيه تحديد، وإنما لا يحسن أن يقارب بينهما إلا إن كان له سبب، وهو دخول مكة من الخارج، كمن اعتمر مثلا اليوم ثم ذهب إلى الطائف أو ذهب إلى المدينة أو ذهب إلى أي مكان وعاد من الغد، فيستحب له أن يحرم بعمرة ثانية، لأن العمرتين بينهما سفر ويجوز ذلك، بخلاف ما إذا اعتمر ثم رجع من نفس اليوم ليأتي بعمرة أخرى فهذا لا يحسن. يقول السائل: هل زوجة أخ الجد أي عم الأب من المحارم يجوز الخلوة بهن والدخول عليهن؟ لا يا أخي، ليست من المحارم. زوجة العم وزوجة عم الأب وعم الأم ليست من المحارم، وإنما زوجة الجد هي التي من المحارم، وزوجة الابن وإن نزل فهي من المحارم، بخلاف زوجة الأخ فهي أجنبية من أخيه. وعليك أن تنظر إن كان يحل للرجل أن يتزوج هذه المرأة بعد موت زوجها الأول أو بعد طلاقه لها فهي ليست من المحارم، وإن كان لا يحل ذلك فهي من المحارم. فزوجة الابن وإن نزل وزوجة الأب وإن علا كلها من المحارم. وأما زوجة العم وزوجة الأخ وزوجة عم الأب وعم الأم ليست من المحارم، لأنه يجوز إذا طلقها الجد أو العم يجوز له أن يتزوجها المرأة، عم الجد وأبو الجد وهكذا. أما أبو الجد أما أبو الجد فزوجته من المحارم، أما عم الجد فزوجته أجنبية. يقول السائل: أنا مقيم في مكة، فهل أتكلف وآتي بعمرة من الحل أو أكتفي بالطواف؟ إذا أتيت بعمرة بدون قصد الخروج لأجل العمرة، يعني كان تقدم إلى مكة من المدينة أو من الرياض أو من ما قرب أو بعد بتأتي بعمرة، فالعمرة خير من الطواف. وأما كونك تأتي إلى مكة وتقيم بها ثم تخرج لتعتمر فنقول طوافك أولى، لأن طوافك مشروع، بخلاف عمرتك من مكة فهذه قد لا تكون فيها مأجورا. يقول السائل: والدتي طلبت مني أن تقبل الحجر الأسود لما جاء فيه من فضل، لكن قلت لها: المرأة لا تزاحم الرجال، كذلك الركن اليماني، وما هو أفضل، إبعاد المرأة مزاحمة الرجال، وهل أنا آثم برد طلب والدتي في مثل هذا؟ لا يا أخي، لست بما آثم، بل أنت قائل خيرا، فالمرأة لا يحسن أن تزاحم الرجال، ولا يحسن لها تقبيل الحجر الأسود إلا بمزاحمة الرجال ودفعهم، فلا يجوز للمرأة أن تقبل الحجر الأسود في حال المزاحمة. اللهم إذا كان في بعض الأوقات يخلو الحجر الأسود من المزاحمة فلك أن تعينها على ذلك وتيسره لها. يقول السائل: رجل أتى من المدينة إلى مكة في شهر شوال ولم يحرم من الميقات وخرج إلى التنعيم وأحرم منه واعتمر، فماذا عليه؟ هذا فيه تفصيل. إن كان جاء من المدينة بقصد الحج أو بقصد العمرة فالواجب عليها أن يحرم من ميقات أهل المدينة. أما إذا جاء إلى مكة بغير قصد الحج ولا عمره
ثم أراد أن يعتمر فنقول اخرج له إلى الحل، اخرج إلى الحل واعتمر منه. أما إذا جاء بنية الحج فيجب عليه أن يحرم بالحج أو يحرم بالعمرة من التنعيم من بلد من ميقات البلد الذي مر به وهكذا. يقول السائل: هناك شخص لم يصم رمضان بسبب كبر سنه ومرضه، فماذا عليه؟ إذا كان لا يستطيع القضاء فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا ويجزيه ذلك. يقول السائل: كيف نعرف الحديث الآحاد، وما هي الطريقة التي يعرف بها الحديث الآحاد؟ حديث الآحاد يعرفه أهل الصنف، أهل دراسة الحديث، أهل دراسة مصطلح الحديث معروف لديهم، فلا يؤخذ في ساعة أو في كلام جواب لسؤال أو نحو ذلك، وإنما يعرف بالتتبع وطرفق الحديث ومعرفة ماذا عن من روي هذا الحديث وهكذا. كما روي أن حاكما مسلما استلحق زنديقا وضع أحاديث كثيرة كذب، فقال له: كيف كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاعتذر بما اعتذر به، فرده وقتله، قال: ماذا تصنع بمئات الحديث الذي وضعتها من نفسي؟ قال: أحيلها إلى صيارفة الحديث. الصيارفة الذين يصرفون الحديث يعرفون هذا صحيح وهذا مردود وهذا موضوع وهذا ضعيف. يقول السائل: هل زوجة خالي محرم لي؟ خالي أخ والدتي. لا يا أخي، ليست محرما لك، لأن زوجة خالك لو طلقها خالك أو مات عنها فلك أن تتزوجها، بخلاف زوجة أبيك الأخرى أو زوجة جدك الأخرى أو زوجة ابنك الأخرى أو زوجة ابنك كذلك، كلها هذه محارم لك. يقول السائل: أصلي الفجر وأبقى إلى طلوع الشمس ثم أصلي ركعتين، هل هي من الضحى أم لا؟ نعم، هذه صلاة الضحى. وقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح إلى أن تقف الشمس في وسط الضحى في وسط إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، وهذا أفضل طريقة لصلاة الضحى. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه حتى يصلي ركعتين بعد طلوع الشمس فتلك أفضل الضروات، وهي تعادل حجة وعمرة تامتين تامتين، وهي مرغب فيها صلى الله عليه وسلم لما ذكروا عند الرسول صلى الله عليه وسلم سرية ذهبت وعادت بسرعة ومعها غنائم كثيرة، قالوا: يا رسول الله، ما رأينا مثل هؤلاء، غنموا غنائم كثيرة وعادوا بسرعة. فقال عليه الصلاة والسلام: لكن من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، هؤلاء أكثر غنيمة وأسرع عودة، فينبغي للإنسان يحرص على ذلك. يقول السائل: ما حكم المرأة المتنقبة في كشف وجهها بالحرم أي المسجد الحرام في الطواف والسعي؟ لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لا في الطواف ولا في السعي، وسواء كانت محرمة أو ليست محرمة، بل يجب عليها أن تغطي وجهها ويديها وجميع بدنها في الطواف والسعي وفي جميع أعمالها، فالمرأة عورة في كل حال إلا في الصلاة في وجهها، فليس بعورة إذا لم يكن عندها رجال أجانب.
أما إذا كان عندها رجال أجانب فيجب عليها أن تغطي وجهها وجميع بدنها. يقول السائل: جئنا من مصر في زيارة في شهر شوال، ودخلنا مكة غير محرمين، وأقمنا بها يومين، ثم ذهبنا إلى الميقات من رابغ وأحرمنا وعملنا العمرة، ونحن الآن من المقيمين بمكة، فهل علينا